ضابط سعودي متقاعد يكشف عن معالم خطة سعودية لحل الجيش وتحييد المقاومة الوطنية وإعادة إحياء الدور السياسي للطائفية في شمال اليمن في مدينة الرياض وفي جامعة الملك سعود أكبر الجامعات السعودية. أطلق العميد حسن الشهر المنحدر من منطقة في جنوب المملكة مواقفه التي وصفت بالكارثية كاشفا عن التوجه الحقيقي للحكومة السعودية ومغزى حملها السلطة الشرعية على توقيع اتفاق الرياض. تصريحات الشهر على الرغم من أنها أعلنت في ندوة حضرها عدد محدود من اليمنيين والسعوديين المهتمين بالشأن اليمني من الذين يتبنون عادة مواقف مناهضة للمعسكر الشرعية، إلا أن صداها تردد بقوة على نحو كشف النية المسبقة لدى السلطات السعودية في توظيف هذه المواقف كبالونة اختبار تفصح عن المضمون الحقيقي لخطة التسوية التي تدخرها الرياض لصياغة المستقبل الكارثي القادم لليمن. لحل الجيش الوطني من معالي وزير الدفاع المقدشي وصولا الى احدث جندي تم تخريجه من اي مجلس حاليا بالكامل، لانه باعتراف معالي وزير الدفاع قال 70% من الجيش لا يعمل وموجودين في بيوتهم. تصريحات العميد الشهري تضمنت ايضا طلبا بحل الحكومه اليمنيه بكامل عناصرها في الداخل والخارج وتشكيل حكومه من اعضاء لا ينتمون لاحزاب، وطالبت بالحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة واحتواء حزب المؤتمر الشعبي العام ليقود المرحلة. لكن أخطر ما ورد في هذه التصريحات إفصاحها عن مخطط سعودي يقضي بأن يتولى من وصفهم العميد الشهري بالجيران من أبناء المذهب الزيدي تحرير منطقة الهضبة وتعز. الرد الأقوى جاء حتى اللحظة من وزارة الدفاع التي أبدت على لسان مصدر مسؤول فيها استغرابها من تصريحات العميد الشهري ووصفتها بالمسيئة، مؤكدة أن عملية بناء القوات المسلحة اليمنية هو حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية ينبغي احترامه ولا يجوز التدخل فيه أو الإساءة له. وجددت الوزارة على لسان المصدر استغرابها من تزامن هذه التصريحات المسيئة مع بدء عملية تنفيذ بنود اتفاق الرياض تحت إشراف السعودية، وخصوصا الملحق الخاص بمعالجة وضع التشكيلات المسلحة التي نص الاتفاق على دمجها في مؤسسة الجيش والأمن. لا جديد فيما صرح به العميد الشهري غير أن الرجل قدم ما يمكن اعتباره مصفوفة بالأولويات السعودية التي عكست استمرار نظرة الاستيراء من الجانب السعودي تجاه اليمن واحتفاظها بنية تنصيب نظام وظيفي ذي صبغة طائفية وجهوية في صنعاء. لا تفتأ الرياض التي لم تحدد حتى الآن موقفا رسميا من تصريحات العميد الشهري تكرر ذات الأخطاء رغم الانعكاسات الخطيرة لتدخلها الكارثي في اليمن، فها هي الحرب التي تخوضها في اليمن ترتد على العصب الرئيسي لاقتصادها وتدفع بها إلى استقدام 3000 جندي أمريكي لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران.